نشرة الأخبار من قناة بلقيس نبدأها بالعناوين. نتيجة الجهود الدولية. ترقب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من موعد دخوله حيز التنفيذ برعاية أممية. اغتيال مسؤول محلي في عدن والمحافظ يؤكد على الاستمرار في مواجهة الإرهاب. سنستمر ونثبت خطة أمنية ونبدأ بعرض الأعمار وستتحول المنطقة. التطعيم ضد شلل الأطفال وهي حملة وطنية تستهدف تحصين أكثر من 5 ملايين طفل في عموم المحافظات. السلام عليكم. قال وزير الخارجية عبد الملك المخلافي لصحيفة عكاظ إن هناك توافقا نهائيا حول مسودة اتفاق ترتيبات وقف إطلاق النار والالتزامات المتبادلة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن الهدنة المفترضة ستبدأ من تعز ثم تمتد إلى جميع المحافظات. وعلى الصعيد ذاته قالت مصادر في لجنة المشاورات إن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجامعة العربية والتحالف العربي سيشرفون على وقف إطلاق النار، فيما سيتم تشكيل لجان من الأطراف اليمنية لمراقبة الوضع الميداني. في سياق متصل دعت الأمم المتحدة الأطراف اليمنية إلى ضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال القتالية المقرر دخوله حيز التنفيذ في الساعات القادمة. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي لادريك إننا متفائلون بفرصة وقف الأعمال القتالية، مؤكدا أهمية احترام وقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع. وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إن هناك بوادر إيجابية بنجاح المباحثات اليمنية المقبلة في الكويت، هذا وتضاءلت آمال المواطنين بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، فيما عبر آخرون عن تفاؤلهم بنجاح المجتمع الدولي هذه المرة في تثبيت وقف العمليات القتالية وعودة الأطراف إلى العملية السياسية. هكذا تستقبل تعز وساكنوها موعد وقف إطلاق النار، وهذه هي تحضيرات ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع قبل بدء سريان الهدنة المفترض دخولها حيز التنفيذ استعدادا لعقد جولة جديدة من المفاوضات في الكويت بين أطراف الصراع برعاية أممية الأسبوع المقبل. كيف نقول هدنة وأمس 23 جريح من منطقة واحدة وصلت إلينا الوازعية، هنالك أسر تهجر، بيوت تنسف، أطفال يقتلون، مدارس تغلق. تتعامل الميليشيا مع إعلان الهدنة كفرصة لتعزيز تواجدها وتقدمها على الأرض في محافظة تعز، ولا جديد سيفاجئ المواطنين هنا، فقد اخترقت الميليشيا 4 هدنات سابقة خلال العام الماضي تم الإعلان عنها ورعايتها من قبل الأمم المتحدة. تدارسنا وطلعنا لمشاريع سابقة، يعني ما فيش نية صادقة من قبل الحوثيين. تعز حتى اليوم وحتى الساعة وحتى اللحظة تضرب بأنواع القذائف، تمام؟ كيف بتتم عملية الهدنة؟ إلا أن البعض يرى غير ذلك ويعول على الجهود الدولية لإخراج اليمن من أزمته. أنا يعني في اعتقادي الشخصي أن وقف إطلاق النار والمفاوضات الجارية ستكلل بالنجاح نتيجة للجهود الدولية التي يعني أصبحت ترى في هذه الحرب أنها عبثية وبلا ضائل. الميليشيا التي تسعى دوما لتحقيق مكاسبها السياسية بالسلاح تواصل قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين كأولى خطوات تقدم عليها في أي مسار سواء أكان سياسيا أم عسكريا، على الرغم من احتدام المعارك في جبهات القتال وتكبدها لخسائر فادحة هناك. We'll be right back.
ينضم إلينا من دبي المحلل السياسي علي الزكري. مساء الخير سيد علي. مساء النور سيد علي. هذه المرة الخامسة التي يعلن فيها وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب قبل أكثر من عام، ما هي فرص نجاح توقف إطلاق النار هذه المرة؟ هي مش يمكن النظر إلى الأمر من زاويتين. الزاوية الأولى وهي التجارب السابقة مع جماعة الحوثيين والمخلوع صالح وتاريخهم الأسود في عدم الالتزام بكل ما يتفقون عليه من مبادرات واتفاقيات. نعم. هذا يعني إذا أخذنا الأمر من هذه الناحية فنتوقع أنه لن يكون هناك أي جديد ولن يكون هناك أي التزام من قبل هذه الميليشيا، وإنما هي فرصة ربما لكسب المزيد من الوقت ولإعادة ترتيب الأوراق وتعزيز المواقع على الأرض. من الناحية الأخرى التي يمكن النظر فيها إلى هذا الأمر أنه هناك هذه المرة هناك جدية من قبل مختلف الأطراف، خصوصا بعد سلسلة الهزائم التي تجرعتها الميليشيات وقوات المخلوع الصالح، وخصوصا وأيضا بالنظر إلى اتفاقات التهدئة التي تمت بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في الحدود وكذلك وفد الحوثيين الموجود في الرياض. كل هذا يشير إلى أن هناك تفاهمات تمت وأن ربما هذه المرة يكون هناك جديدا ما في لجهة الالتزام بالهدنة وما يتم التوافق عليه. عوامل نجاح هذا الأمر في تقديري هناك بعض العوامل المتوافرة، أبرزها أنه وجود لجان فنية تم تشكيلها ويفترض أن تكون هذه اللجان قد اجتمعت في الكويت. نعم. وعادت إلى الميدان ربما لتنتظر عملية أو ساعة الصفر لإشراف على تنفيذ هذه الهدنة. نعم سيد، سيد علي، يعني إذا لم تنجح هذه الفرصة أمام الأطراف في وقف الصراع القائم، ما هي الخيارات أمام المجتمع الدولي وأيضا التحالف العربي وأيضا الشرعية ذاتها في حال لم تنجح هذه المفاوضات؟ يعني الخيار العسكري ما يزال هو خيار قائم بالنسبة للشرعية وللتحالف العربي. بالنسبة للمجتمع الدولي هو في تقدير الشخصي لن يغير كثيرا، سيظل يبذل مساعيه في إطار السعي للوصول إلى اتفاق سياسي. هل سيسعى إلى جولات قادمة أيضا؟ بالتأكيد المجتمع الدولي لا يملك من الأدوات وفي ظل الحالة التي يعيشها إلا أن يسعى من جديد نحو فرصة أخرى للتهدئة، ولا يمكن أن يرفع الراية البيضاء ويستسلم لخيار الحرب مثلا أو أن ينسحب من اليمن. سيظل يبذل جهودا للعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى. أشكرك المحلل السياسي السيد علي الزكري، كنت معنا عبر الهاتف من دبي. انتقد مندوب اليمن في الأمم المتحدة السفير خالد اليماني تصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري التي قال فيها إن القرارة الأخيرة للرئيس هادي عقدت جهود السلام التي تسهم فيها بلاده إلى جانب الأمم المتحدة. وقال اليماني إن تصريحات كيري تنم عن أجندة تحت الطاولة، مضيفا أنه إذا كان هناك أجندة لا نعلمها فليتحدث عنها كيري. إلى محافظة عدن، حيث اغتال مسلحون مجهولون مسؤولا في السلطة المحلية ولاذوا بالفرار. وقالت مصادر محلية أن مسلحين اغتالوا الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية المنصورة أحمد صالح الحيدري ونجله في حي ريمي خلال تناولهما وجبة الإفطار في أحد المطاعم الشعبية. ويشغل الحيدري منصب أمين عام المجلس المحلي لمديرية المنصورة التي شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة عمليات اغتيال طالت مسؤولين وأفرادا مدنيين وعسكريين. على صعيد متصل، أكد محافظ عدن عيدروس الزبيدي أن العملية الأمنية متواصلة لضبط الأمن والاستقرار في المدينة، مشيدا بتعاون الأهالي مع الحملة الأمنية التي شملت جميع مديريات المحافظة. تفاصيل في سياق هذا التقرير.
هنا كانت وجبة الإفطار الأخيرة للأمين العام للمجلس المحلي لمديرية المنصورة أحمد صالح الحيدري ونجله في هذا المطعم الشعبي بمنطقة حي ريمي. أثناء تناولهم وجبة الإفطار أنهى مسلح مجهول الهوية حياتهم دفعة واحدة ليتمكنوا بعدها من الفرار. ليست جديدة تلك الأخبار الواردة من عدن، ففي هذه المدينة تتشابه عمليات الاغتيال وتختلف الأسماء فقط، أما مكان هذه العمليات فغالباً مديرية المنصورة. تزامنت الحادثة مع لقاء عقده محافظ عدن عيدروس الزبيدي مع قيادات المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومدراء المديريات. أكد فيه إن العمليات الأمنية متواصلة لضبط الأمن والاستقرار في المدينة، فعدن تشهد توافقاً بين كافة القطاعات المجتمعية والسياسية، حد قوله. وإن شاء الله بتكاتفنا جميعاً سنستمر ونثبت خطة الأمنية ونبدأ بإعادة الإعمار، وستتحول منطقة محافظة عدن إلى منطقة اقتصادية ومنطقة حرة كما كانت بالتاريخ إن شاء الله تعالى. مكافحة الإرهاب كان هذا هو العنوان البارز لهذا اللقاء، رسائل قوية وجهت من خلاله، مفادها أن السلطة المحلية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار عدن. لكن يبدو أن هذه الرسائل لا تصل حتى الآن على الأقل إلى أولئك المخربين الذين يهددون استقرار محافظة عدن، وما تزال السلطة المحلية بحاجة لتحركات أكثر على الأرض لإنهاء حالة العنف والاغتيالات التي تتم في وضح النهار بالرغم من الانتشار الأمني في شوارع المدينة. نبقى أيضا في عدن، حيث تنفذ قوات الأمن بالمحافظة عمليات واسعة لضبط الأوضاع الأمنية، واستهدفت الحملات الأمنية خلال الأسابيع الماضية أسواق بيع الأسلحة في المنصورة ومناطق أخرى من المدينة. لا وقت للجلوس، فثمة موت يتربص بكل تفاصيل الحياة في عدن، وثمة من ينتهز الفرصة للإفصاح عن وجوده، وهو إفصاح برائحة الدم والبارود. تدفع مدينة بأكملها ثمنا يوميا في مواجهتها مع خصم غير مرئي، وإن كانت أعماله مرئية وموزعة بالتساوي بين أحياء تعج بمخلفات الحرب، لكن أكثر ما يبعد السلم عن المدينة وجود العديد من الأسواق التي يقف فيها باعة الأسلحة بجانب بضاعتهم غير مهتمين بالضحايا في الجوار. وتقول المصادر الأمنية في المدينة إن بسطاء يتم استخدامهم في الترويج والبيع للعتاد العسكري الكامل. وفقا لذات المصادر فهؤلاء ممن استطاع الأمن التعامل معهم، وسبق وأن حظيت محلات بيع الأسلحة بحماية ممن يمتلكون نفوذا محدودا فيما اعتبروه لفترة سابقة بمناطق تخصهم، وكانت قوات الأمن تواجه صعوبة في الوصول إليها والاقتراب من أوكار ما تزال تؤذي المدينة وتجبرها على الحياة في صراع أدوات إشعاله منتشرة في كل مكان. إلى محافظة أبيان، حيث قالت مصادر إعلامية إن نقطة تفتيش قبلية تمكنت من تحرير رهينتين من قبضة عناصر القاعدة. ونقل موقع عدن الغد عن مصدر قبلي أن نقطة تفتيش لرجال القبائل بالمحفد اعترضت سيارة تابعة لتنظيم القاعدة وتبادلت معها إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم بينهم القيادي أمجد الوهطي. إلى محافظة البيضاء، حيث تتواصل المواجهات العنيفة بين المقاومة والميليشيا في مناطق عدة بمديريتي ذي ناعم والزاهر مخلفة قتلى وجرحى من الجانبين. تفاصيل في سياق هذا التقرير. في محافظة البيضاء لا صوت يعلو فوق أصوات الرصاص، ومنذ ما يزيد عن عام لا تزال الحرب مستمرة بين المقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع على أكثر من جبهة. خلال الساعات القليلة الماضية شهدت مناطق القتال مواجهات عنيفة على أكثر الجبهات سخونة وأشدها اشتعالا، وهي مناطق ذي ناعم والزاهر آل حميقان التي تشهد مواجهات متواصلة، إذ قتل أربعة من ميليشيا الحوثي والمخلوع وأصيب آخرون في مواجهات عنيفة مع المقاومة في مناطق حيد المنصة وهرمز بمنطقة طياب، بعد ساعات من مواجهات متزامنة في مواقع هضبة صباح وأشعاب ناصر والبركات ودنبوس وسيلة آل عمر في ذات المديرية، كما أسفرت عن مقتل ستة من الميليشيا وإصابة سبعة آخرين في تلك المناطق، في حين خسرت المقاومة أحد أفرادها.
وفي مديرية الزاهر آل حميقان اندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومة والميليشيا بالأسلحة المتوسطة والثقيلة شهدتها مناطق الضرفة والحبج والجماجم. وكعادتها دائما كلما تلقت الميليشيا في البيضاء ضربة موجعة عجزت عن التقدم على الأرض، ولذلك تلجأ إلى سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف فيها المدنيين، لا سيما عبر القصف العشوائي على القرى بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والقنص الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال. إلى محافظة الجوف، حيث أصيب المتحدث باسم المقاومة عبد الله الأشرف في مديرية المتون، وقال مصدر محلي إن المواجهات العنيفة تجددت بين قوات الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة وبين الميليشيا في منطقة مزارع الشامي غرب مديرية المتون، مخلفة قتلى وجرحى من الجانبين. قال مراسل قناة بلقيس في تعز إن المعارك العنيفة بين المقاومة والميليشيا تجددت غرب المدينة مخلفة 11 قتيلا. وأوضح مراسلنا أن المعارك تتركز في مناطق عدة بالضباب والربيع وقرب مصنع السمن والصابون، مؤكدا مقتل 7 من الميليشيا و3 من أفراد المقاومة وجرح آخرين من الجانبين. كما تتواصل المواجهات في أطراف المدينة وفي مناطق ريفية أخرى. إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة أحمد بن دغر إلى تكثيف الجهود لإيصال قوافل الإغاثة الغذائية والدوائية لكل المدن والقرى المحاصرة في تعز. جاء ذلك خلال لقاء بن دغر مع قائد المقاومة حمود المخلافي، حيث اطلع رئيس الحكومة على الوضع الإنساني المتردي الذي يعاني منه أبناء المحافظة. ووجه رئيس الحكومة بسرعة العمل على معالجة الجرحى، مشيرا إلى أنه بتحرير تعز سيعم السلام مختلف المحافظات. قالت مصادر محلية في الضالع عند ميليشيا الحوثي والمخلوع شنت قصفا مدفعيا مكثفا على قرى سكنية في منطقة مريس شمال المحافظة. إلى ذلك، صدت المقاومة هجوما للميليشيا في مناطق الجبهة وسطاح والصائب ويعيس والواقعة بين دمت ومريس، ما أسفر عن مقتل 2 من الميليشيا وجرح 3 آخرين. هذا وتدور مواجهات متقطعة بين المقاومة والميليشيا في حمك ومناطق أخرى في الجبهة الغربية. نبقى أيضا في الضالع، حيث يعاني سكان مديرية الحوشة منذ سنوات عديدة من انعدام الخدمات، وهو ما يمثل صعوبة على حياة السكان. مراسلنا محمد المريسي والتفاصيل. مديرية الحشا الواقعة بين 3 محافظات الضالع وتعز وإب، والتابعة إداريا لمحافظة الضالع، كما يقول أهلها مديرية منسية من ذاكرة الدولة ومحرومة أيضا من أبسط الحقوق والخدمات. انعدام تام لكافة الخدمات التي تمثل يعني تمثل وجود للدولة في مديرية الحشاء. يعني الأشياء الأساسية لا توجد. إذا أراد يعني الناس أن يأخذوا أي خدمات فإن كل شيء بعيد عنهم. نحن أبناء مديرية الحشاء حرمنا من الطريق، حرمنا من المشاريع العامة. لا شيء هنا يوحي بحضور بصمات الدولة، فكل ملامحها تحدثك عن إهمال طال لسنوات عديدة، فالطريق الرابط بينها وبين المديريات الأخرى ما زالت طرق وعرة وغير إسفلتية. بالنسبة للمديرية فهي تعاني من الكثير من يعني نقص الخدمات الأساسية مثل الطرقات، الكهرباء، المياه. هذه معدومة كليا يعني على المديرية، والمديرية هي منطقة نائية كما تعرفون، منطقة جبلية. رغم جمال الطبيعة التي تتميز به هذه المديرية الجبلية، إلا أن أهلها يتقاسمون العذاب والحرمان، فبسبب وعرة الطريق غابت وسائل المواصلات الحديثة، مما أجبر بعض المواطنين إلى استخدام الوسائل القديمة، والبعض منهم يقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام عبر هذه الطريق التي أرهقت الجميع. بالنسبة للطريق لأنها عسيرة جدا في الجاه، والجامعات بعيدة، وأصلا أيضا نعاني من تعب في الدراسة لأن خاصة في هذه الأيام في المشاكل. مديرية جبلية مترامية الأطراف، غابت عنها كل خدمات الدولة، فبقت تقاوم الحياة حتى هذه اللحظة. محمد المريسي،
قناة بلقيس من أعلى المرتفعات في مديرية الحشاء الضالع. اقتحمت مجاميع من ميليشيا الحوثي كليتي الإعلام والتربية بجامعة صنعاء في محاولة لفرض عمودين بالقوة. وقال مصدر في نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء إن رئيس الجامعة المعين من قبل الميليشيا فوز الصغير اقتحم الكليتين برفقة مسلحين لفرض العمداء بالقوة. وعبر المصدر عن إدانة النقابة لمثل هذه التصرفات مؤكدا استمرار الإضراب الذي بدأت به نقابتا هيئة التدريس وموظفو الجامعة منذ 3 أسابيع احتجاجا على التعيينات التي فرضتها الميليشيا. للحديث حول هذا الموضوع سينضم إلينا الآن من صنعاء أمين عام نقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء الدكتور عبد الحميد البكري. مساء الخير دكتور. النور دكتور. هناك أنباء اليوم عن يعني قيام الميليشيا باقتحام كلية الإعلام وكلية التربية، ما ملابسة هذا الاقتحام؟ حياكم الله. طبعا هذا الكلام صحيح، تم اقتحام كلية الإعلام ومكاتب مكتب العميد. نعم. وأيضا مكتب عميد كلية التربية، وهذا عمل نشين طبعا لأول مرة يحدث في جامعة صنعاء هذا العمل، ونحمل المسؤولية نائب وزير التعليم العالي. نعم. دكتور عبد الله الشامي مسؤولية ما يحدث داخل الجامعة، لأنه كان سببا فيما يحدث الآن بسبب القرار أو التكليف الذي كلف به فوزي الصغير كرئيس للجامعة. نعم. وهو لا يحق له إصدار مثل هذه التكاليف. نعم دكتور، ولكن أنتم يعني أعلنتم عن إضراب منذ أسابيع، هل ما زال الإضراب مستمر؟ وماذا عن أبرز المطالب؟ يا سيدي، الإضرابنا سيستمر حتى يلغى القرار الذي أصدره الشامي. نعم. أيضا نحن لسنا ضد التغيير، نحن مع التغيير، نحن مع إصلاحات، نحن ضد الفساد، لكن أن يتخذ الفساد ذريعة وشعار لتصفية حسابات داخل الجامعة هذا لن نكون معه أبدا. نعم. وبالتالي احنا مطالبنا واضحة، مطالبنا إلغاء القرار، عودة الأوضاع في الجامعة على ما كانت عليه، إلغاء ما ترتب على القرار من مصادرة يعني حق الجامعة في اختيار قيادتها. نعم. أو على الأقل التشاور مع الوزارة المعنية، يعني وزارة التعليم العالي، التشاور في اختيار من يقودها. الشيء الثاني، نريد أن نختار قيادات تتمثل فيها أو المعايير والشروط والنزاهة والاستقلالية. فإذا تحققت هذه الشروط و يعني توافقنا عليها ننهي التعليق. نعم. إذن الدكتور عبد الحميد البكري أمين عام نقابة التدريس بجامعة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، شكرا لك. وصلت إلى مطار صنعاء الدولي طائرة شحن تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر تقل مساعدات طبية. وقالت مصادر إعلامية إن الشحنة تحمل أكثر من 10 أطنان من المساعدات الطبية والعلاجية وكذا أجهزة ومعدات طبية ولقاحات بيطرية. بدأت اليوم الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال التي تستهدف أكثر من 5 ملايين طفل. وقال بيان لمنظمة اليونيسف إنه تم اليوم بدء تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن 5 في جميع المحافظات، مشيرا إلى أن الحملة تستمر لمدة 3 أيام. في سقطرى دشن محافظ المحافظة سالم السقطري الحملة الوطنية ضد شلل الأطفال، وحث المحافظ أولياء الأمور على الدفع بأبنائهم إلى مراكز التحصين، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وصول الفرق الميدانية إلى كل المنازل وتلقيح الأطفال المستهدفين في هذه الحملة. أيوة. أيوة.
وعدد الأطفال المستهدفين لأقل من 5 أعوام بحدود 12,159 طفل، أما ما دون العام وهو 2,042 طفل. إلى محافظة الحديدة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة المنازل والمساجد والمحلات التجارية في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية وتزايد شكاوى المواطنين من عمليات السطو المتكرر. التقرير التالي والتفاصيل. بدأت في محافظة الحديدة تفشي ظاهرة سرقات المنازل والمساجد في ظل غياب الجانب الأمني، ووحدها فقط هذه القطع من الزجاج وأسلاك الحديد الشائك تحرسان أغلب المنازل والمنشآت في المدينة، حيث لا أمن ولا سلام من عمليات السطو التي انتشرت مؤخرا. ظاهرة سرقة المنازل والمساجد باتت تقلق الناس وتبعث الخوف في نفوسهم أكثر، خصوصا في ظل غياب دور الأجهزة الأمنية الواضح. والله انتشرت ظاهرة السرقة بشكل ملفت بالذات الفترة الأخيرة. كثير من الناس المواطنين يشتكون من سرقة منازلهم. قبل يومين سرق بيت أحد المنازل، فصاحب المنزل راح يصلي الفجر رجع وقد سرقت عليه 500,000 وأجهزة ويعني. هنا واحد من المساجد التي تم السطو عليها ليلا، حيث كسرت أقفاله الآمنة وتم الاعتداء على حارسه الذي نجا بنفسه، تاركا عددا من التساؤلات الحائرة على أجهزة الأمن أن تجد لها إجابات شافية. بعض ما تم ضبطه من مستلزمات ووظائع وقطع غيار تم العثور عليها أيضا بحوزة اللصوص، لكن ما جرى سرقته أكثر من ذلك بحسب البعض. تتوالى مناشدات الأهل في المدينة للجهة المعنية، لكن كل هذه النداءات تبقى آمالا صعبة التحقق من قبل سلطة الأمر الواقع، لتتأكد فقط مقولة فاقد الشيء لا يعطيه. ختاما هذا تذكير بالعناوين. ستخلل بالنجاح نتيجة للجهود الدولية. ترقب لوقف إطلاق النار قبل ساعات من موعد دخوله حيز التنفيذ برعاية أممية. اغتيال مسؤول محلي في عدن، والمحافظ يؤكد على الاستمرار في مواجهة الإرهاب. سنستمر ونثبت الخطة الأمنية ونبدا بعرض الاعمار وستتحول المنطقة التطعيم ضد شلل الأطفال. وهي حملة وطنية تستهدف تحصين أكثر من 5 ملايين طفل في عموم المحافظات. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وحتى الملتقى، في أمان الله.